مساعدتك. ليس من دون قواكما، لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة. هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ أجل، المنامات أصبحت ملكي وأنت ستكون لي. أيملكان نفس قوة الزحف والبومة؟ أو لا، بل أفضل، شاهد هذا وحسب. قوة إضافية ليس عدلاً. لقد حذرته، استغرقت عواماً لأصمم الحاسوب الخارق لتشغيلهما، لا يمكن إيقافهما الآن ولا إيقافي. لقد تجمد ذيلي. تأثير مؤقت لوقت كاف لأضعك في قفص. دورك أيها الزاحف الآلي. أيها الآليان، أمسكا به وأحضرا لي الدار الإلكترونية. ها؟ أشعر بذيلي مجدداً. القيادة الآلية. سيكون هذا ممتعاً. اتبعاه. هذا ليس وقت اللعب. أجل. ابتعدي عن طريقي، لا أرى. سيارة القط، هيا. اثنان ضد واحد أمر سهل بالنسبة لبطل. اصمتا يا صديقي، الفتى القط البارع سيعود إليكما. سرعة القط الخارقة. أين الحافلة؟ لقد اختفت. لكن أين هي يا ترى؟ لا بأس، سنتصل بأولياء أموركم لاصطحابكم. اختفت الحافلة، من سيفعل ذلك؟ سنعرف من فعل ذلك وسنستعيدها. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. نعم. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. لنستقل مركبة الزاحف أو طائرة البومة لنرى الحافلة من الأسفل أو سيارة القط. سنتمكن من الانطلاق بسرعة ونلحق بالحافلة. ألا يمكن أن أختار أنا اليوم؟ سأثبت أنني أستطيع تولي الأمور. لا نظن أنك لست قادرا، ولكن حسنا، سنستقل مركبة الزاحف. إلى مركبة الزاحف. كنت أنا سأفعل ذلك. أنا آسف، كنت أحاول أن أساعدك. لا بأس، لا أريد مساعدة. قوة مركبة الزاحف وقدرتها على الالتصاق والتخفي هي ما نحتاج إليه. لكن المقنعون يساعدون بعضهم. Thank you.
تعالي لأخذه. أعدي مغناطيس لونا. خبأت مغناطيس لونا جيدا، ستجده بعد مدة طويلة. لنعد كاميرون لفراشه آمنا. فلنهتف معا نحن المخدعون. آسف، لا مزيد من اللهو. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحبا كاميرون، ماذا تفعل؟ لا شيء، أعني الأمر صعب جدا. أجل دعني أعلمك. انظر إنها تمشي. هاي أنا أشم رائحة بسكويت. لونا أعطني النسخة الأولى من فلاسي فلاش. زاحف، أتعبث بجهاز تحكم المركبة من المقر؟ ما هذا؟ إنها عثثي وهي في مقركم الرئيس، وهذه هي إشارتي للسيطرة عليه. لقد أصبح ملكي الآن. سرعة القط الخارقة. ليس بهذه السرعة، لا يمكنك الدخول. الزاحف في المقر. آسف، أنا هنا. ودعوا مقركم الرئيس أيها المقنعون الصغار. كان يفترض بك أن تبقى في الداخل. أعلم، آسف، لكن لونا لم تدخل المقر الرئيس بعد. سنعود بأقصى سرعة. سوف نذهب. أعرف كيف سأكون مفيدا. آسف، لماذا لم تفتح الباب؟ افتحيه الآن. لا، الباب يفتح للونا. زاحف، كان علي أن أبقى في الداخل. كنا سنستعيد الكتاب الهزلي مع المقر الرئيس، والآن حان وقت البطولة. طاردا لونا وسأساعدكما من الداخل. أحسنت. ابتعدي عن مقرنا لونا. حين يفتح ذلك الباب سأدخل وستبقيان أنتما في الخارج. تراجعا وإلا فسأدمر كتاب فلاسي فلاش. ابتعدي ابتعدي. أعني ما الذي تدمره؟ سوف أنحت صورتي على وجه القمر. على القمر؟ سأختار هذا الجانب، وسيم جدا صحيح؟ هذا أكيد، وسيعرفني الجميع بعد أن أتمكن من السيطرة على العالم. بعد أن تتعلم كيفية تصويب الليزر بدقة. أنا أعمل على ذلك. لا يمكنك تغيير القمر، لذا أعد لنا التلسكوب. قطة سخيفة، بوسعي أن أفعل ما أشاء. حقا؟ أوقفهم أيها الروبوت. زاحف، ساعده ليتخلص من الروبوت، وسأمنع روميو من استعمال الليزر. إلى اليسار قليلاً. سوف أريكي. زاحف، افعل شيئاً. أفعل ماذا؟ لن أوقف الليزر والروبوت في آن واحد. إلى اللقاء أيتها العصفورة. انتظرني يا سيدي. هيا لنلحق به. حاولوا أن تلحقوا بي أيها المقنعون المزعجون. أوه، تشبثا جيداً. أثرت فوضى؟ لا يمكنكم مجاراتي أيها المزعجون، صحيح؟ سأطير فوق المباني وأراقب المكان. المعلم فانغ وكيك ماجي لا يحتاجان هذا، معلما الفنون القتالية.
هيا! أجل مستعدان لأي شيء. آسف. لا بأس. يا! لكن ماذا عندي؟ يا إلهي! لم أكن مستعداً. ولا أنا. لا يمكن لسلات نفاية متدحرجة أن توقف كيك ماجي. أين هو الروبوت؟ يتجه نحو المتنزه. حسناً، إلى سيارة القط. احذروا أيها المقنعون الصغار، إنه جديد، ما زال هناك بعض المشاكل فيه. هل أنت بخير؟ انتبه إلى خطواتك أيها الأحمق. ماذا قلت للتو؟ لا شيء. ها، هيا بنا يا روبوت. ها هو. ما هي الخطة؟ الخطة بقيا هنا وشهد كيك ماجي وهو يقوم بعمله. ماذا؟ مستحيل. محقة، المعلم فانغ سينقذ الموقف. لنفعل ذلك معا كما حدث في مسلسل البارحة. أو يمكنني كفلاسي فلاش أن الانتظار. فكرة رائعة، هيا بنا. استسلم أيها الروبوت، إما أن تعيد الأدوات أو ستعرف ما هي ركلة التنين الخاصة بالمعلم فانغ. وركلة إعصار الألم الخاصة بكيك ماجي. لن أفعل. جنيت على نفسك. هناك. بريق ميكروفون الذهبي يدفع صوتي للغناء. يا للهول، الفتاة لونا أخذت الميكروفون الذهبي لتقيم حفلتها الخاصة. والعثت ترافقها في الغناء. سوف أستعيده الآن. إن قام أحدكما بشيء مذهل لمساعدتي سأحسم أمر التذكرة الإضافية. سوف أرافقك، هذا ما يفعله الأصدقاء المقربون. ماذا؟ تخفي الزاحف الخارق. هذا يشبه الزاحف المخبول. لا! الزاحف! خذي هذه أيتها الغبية. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق ذيلي. أبداً، إن لم أتمكن من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. هذه كارثة حقيقية، أنتما أخرقاني فعلاً. كيف سأعيدكما كما كنتما؟ لما لا تعترف بأنك أيضاً أخرق؟ لأنني لست كذلك، أنا رشيق كالقط. جعلتكم جميعاً خرقاء، العصفور الخرقاء والزاحف الأخرق وقبلكما الفتى القط الأخرق. تعني أنك جعلت القط أخرق قبلنا؟ أجل، ليلة أمس وهو نائم، والآن سأجعل العالم كله أخرق لأسيطر عليه. لا، ولن تتمكنوا من فعل شيء حيال ذلك. إلى اللقاء أيها الخرقاء. إذن فقد جعلك أخرق قبلنا نحن الاثنين. أجل، لكن هذا ما حدث، ولأنني رفضت الاعتراف أصاب الجميع. أنا آسف. لا بأس أبداً. حقاً؟ أجل، لكن ماذا نفعل؟ سنبقى نترنح وننزلق ونتعثر إلى الأبد. لا نزال المقنعين الصغار، سنتخلص من هذا ونوقف روميو. حان وقت البطولة،
سوف ننجح مؤكد. أجل. ربما يستغرق وقتا أطول. حذرا وجه سيارتي إلى الأمام. لا إلى الأمام. هل عدتم من أجل المزيد من الخراقة أيها المقنعون؟ يبدو أن لديكم ما يكفي. نحتاج إلى خطة أفضل. خرجت عن السيطرة. لنخرج. حتى طريقتنا في الهرب خرقاء. ماذا؟ لا، ابتعدي عن الطريق أيتها السيارة المجنونة. أثار أقدام لمحاربي النينجا، لكنها صغيرة. ربما يكون صغيراً لكنه نينجا. هذا خطر. أجل، إن كان الشخص صغيراً لا يعني ذلك أنه غير قادر على التسبب بمشاكل. انظرا إلي. وإن كان محارب نينجا فسنواجه متاعب نينجا الليل. لست أدري، ربما. إنه محارب نينجا صغير. أجل، إنه صغير للغاية. وهو ظريف نوعا ما. ليس ظريفا، إنه محارب نينجا. إنه يبدو خائفا. لا عليك، لا تخف. ماذا يقول باعتقادك؟ لا أعلم، ربما يحتاج للمساعدة. إن كان يواجه مشكلة فعلينا مساعدة. لا، حتما أرسله نينجا الليل. أتذكر ماذا فعل في المدرسة؟ لكنه يبدو تائها، ربما كان تائها في المدرسة وتائها هنا الآن. لماذا أنت هنا معنا؟ أنت تائه بالفعل؟ إنه لا يفهمك أيها الفتاة. أو ربما يحاول أن يخدعنا. لا جدوى من التحدث إليه، علينا أن نخرجه. ها؟ ما يبدو أنه أحبك. لا، ابتعد، ابتعد. تعال، يجب أن تذهب الآن. توقف، لا نلعب المطاردة. يبدو أن القط وقع في المسيدة. أجل، كما قلت، هذا سهل. لم لا تستخدم سرعتك الخارقة لإلهائها وأنا أقوم بالطيران لأخذ المنطاد؟ لا، سأتولى الأمر. طيران الرائع سينقذ الموقف بالتأكيد. مستحيل، هذا خطر جدا. لا عليك، سأفعلها، أنا بارع في الطيران. بوما، أيها القط، أمسألة الطيران مهمة؟ ليس الآن أيها الزاحف. انتظر. حسنا، استمرا بالجدال وسوف أحضر المنطاد. لا أعتقد أن عليك أن تطير بوما، فأنا بارع بالطيران، صحيح؟ هاي، ذهب، سأطير إليك. هاي، انتظر. لا عليك زاحف، سأتولى الأمر. ماذا؟ عاد القط مجددا لألقنه درسا آخر في الطيران. ها؟ ماذا يحدث؟ أيها الفتى القط. هل تجعله لونا يفعل ذلك؟ لنرى، النظرة ثاقبة. أجل، إنها تفعل، تفعل بمغناطيسها. مهلا، عرفت أن الدراجة تبدو مألوفة، إنه لوح لونا على هيئة دراجة. أنت تركت لكونر تلك الدراجة لا وجود للعمة سينثيا، صحيح؟ أنت تتحكمين به طوال الوقت. لا، لم أفعل. فعل ذلك مجددا. حسناً، لقد اكتشفتما الأمر أخيراً، لكن فات الأوان، لن تأخذا منطادي، ستكونان مشغولين بإنقاذ القط. واو!
هل أريد أن أكون العمدة روميو أم الملكة روميو؟ سيدي عليك رؤية ما يجري في الخارج. ماذا؟ مختبر يتحرك؟ هذا محال، إنه ليس مشحوناً. اخرج اخرج روبوت. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ لما يأبى أن ينطلق؟ كان يتحرك توّاً. نعم، كان يتحرك بفضل قوة الزاحف الخارقة. خدعتموني، صندوقي. لا سيدي، تذكر الكمائن. أنت بخير؟ أنا بخير، شريطة ألا نقع في كمين آخر. صندوق الشر الأكبر. إنه بخير. حقا؟ روبوت! هاي، اكتمل شحن مختبري. نجحنا، عادت المدينة كما كانت. سوف أعود أيها المقنعون. المقنعون الصغار. هل هذا جهاز تحكم عن بعد؟ لديك بصر حاد. شكرا على الأجزاء التي استعرتها من جهاز التحكم الخاص بمروحياتكم. إذا أنت من أخذ جميع أجهزة التحكم عن بعد. بالطبع أيها الزاحف، وإلا كيف سأصنع جهازا يفعل كل هذا؟ هاي، ماذا يحدث؟ هاي، توقف. إنه يقوم برقصة الزاحف. حسنا، انتهى. بواسطة جهاز التحكم عن بعد يمكنني أن أجعل أي شخص يفعل ما أريد، وأنا أريد مساعدتكم. نحن نساعدك؟ هذا مستحيل. لا تقل مستحيل أبدا أيها المقنع. لا، سيطر علي. أراكما لاحقا أيها البطلان، سوف أخذ البومة للتسوق. لا، أرجوكما ساعداني. لننقذ البومة. هل أنت مستعدة؟ مستعدة؟ مستعدة لما؟ هذا ليس تسوقاً، إنه سرقة. أجل، أنا شرير. أحضري لي المزيد من أجهزة التحكم. هذا ممتاز. ها هما. لدي فكرة، إن اقتربنا من المختبر سنتخفى ونتسلل ونأخذ جهاز التحكم الخاص بروميو. خطة رائعة، لكن لدي خطة أفضل. سأقود السيارة تحت البومة وأنت ستقفز وتسحبها. أقفز؟ لكنني لست بارعا في القفز. تذكر زاحف، أنا قائد الفريق، لذا أنا المسؤول. النجدة! لا تقلقي بومة، أنا قادم. سأطفئ قبضة الزاحف الخارقة. نيمو، من يريد رحلة مع روميو؟ أها، طائرة البومة. لنلحق به. مهلا، لن نمسك به بدراجاتنا. إن أنزلنا سيارتي سنذهب بها. انظرا، حتما هذه أزرار التحكم. لا نعرف ما تفعل. ماذا إذا سحق مركباتنا؟ أجل، لنستخدم الدراجات، إنه يهرب. لن نمسك روميو هكذا. بلى سنفعل، سأطير وأحدد مكانه، وأنت استخدم خاصية السرعة، وزاحف سيقوم بمساعدتك. أجل، وسأتمكن من الإمساك بطائرة البومة. ها؟ إلى أين؟ هذه الدراجة لا تطلق الكرات ولا تطلق زئير القط. سأعود لأحضر سيارتي. لكن ماذا عن الخطة؟
روميو احبك، امسكت بك بدراجتك. انسي الامر بوما. ستنزلين للاسفل. ها روميو، الان في المكان الذي نريده. قد زاحف الان. الان لكن لا يوجد سواي، نحن بحاجة إلى القط. بقي القليل فقط. وداعا أيها المقنعون الصغار. زاحف، أين الفتى القط؟ ها؟ ما كان ذلك؟ حافلة مدرسية يقودها أحد محاربي النينجا؟ المزيد من الحافلات خلفها؟ رأيتها. علينا أن نعرف ما الذي يجري. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس يعيون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. علينا أن نعرف سبب قيادتهم للحافلات. صديقي، أعرف موقعهم. انظرا. نينجا الليل؟ الحافلات في المتنزه بجانب مقرنا، لما يحتاجها؟ ثمة سبيل واحد لمعرفة الأمر، هيا. برج الحافلات مرتفع. أيها المقنعون، أليست ليلة رائعة لركن الحافلات في المتنزه؟ نينجا الليل، ما حاجتك إلى تلك الحافلات؟ أعدها حالا. لا أعتقد ذلك، رحبوا بحصن الغضب خاصتي، أفضل مقر على الإطلاق. المعذرة، لكن مقرنا هو الأفضل على الإطلاق. أعد الحافلات المدرسية إلى مكانها لنستقلها الطلبة. أجبروني. سأطير إلى هناك لألقي نظرة عن كثب. جناحي خارقان. أنا قادم، أنا على وشك طيران. زاحف، ماذا تفعل؟ ها؟ تحاول الطيران، ها؟ حسناً، سأساعدك. ها، لم تصبني، لقد أصبت جناحي. هاو، يمكنني الطيران. لكن لا أطير بالاتجاه الذي أريد. هاي، ساعداني. هيا أيتها البومة. زاحف، أصمد، أنا قادمة. شكرا بومة. لا مشكلة، الطيران ليس الحل الوحيد. لما لم تستخدم خاصية التخفي؟ خاصية التخفي؟ حقا؟ هناك دائما طريقة أخرى للحل. ماذا حدث؟ أصبتك أيتها البومة، هذا ما حدث. أخيرا تمكنت من النزول. لا يمكنني الوصول. استعملي مهارة الطيران للتفوق على مقاومة الجاذبية. لا يمكنني السيطرة، أنا خفيفة جدا. أسقطت واحدا، أم علي القول، رفعته، بقي اثنان. علينا أن نهزم روميو وننقذ البومة. سأطارده وأنت أنقذها. قفزة القط الخارقة. لكنني لا أملك القوة المناسبة. فكر يا زاحف، الطيران كالبومة لم ينجح، ربما القفز كالفتى القط ينجح. لكني أملك ساقي الزاحف، لا يمكنني القفز كالقط. لكن سيارة القط تفعل. سأطير فوق البومة، سأفتح الباب وسأمسك بها. خطة رائعة، سأنطلق. خاصية القفز، أمسكي يدي. يمكنك الجري، لكن لا يمكنك الاختباء أيها المقنع. توقفي لونا، دعي الفراشات وشأنها.
يا إلهي، إنهم المقنعون جاءوا لإفساد متعتي مجددا. هيا عثث، لنخرج من هنا. غريب، ليس من السهل إخافتها عادة. هيا، يمكنك العودة إلى الداخل. الآن بيردي، أنت تخيفها. اذهب وانتظرني في الطائرة. إنه يريد بعض الاهتمام فقط. هل هذا يعني أن البومة تتركك وحدك باستمرار؟ حسناً، لقد نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتي. أعتقد أنك مستعد للثانية. قوة لونا، أريد بلورتين صغيرتين إضافيتين. ضع هذه في غرفة البومة والزاحف كي أتمكن من السيطرة على المقر. لا تخذلني أيها الطائر. عدت إلى منزلك أيتها الفراشات. أجل. ما خبو بيردي؟ جاء معنا في مهمة رائعة، علي أن يفرح. هذا ليس ما تحبه الحيوانات. تحتاج بيتاً وتحتاج تدريباً، ومؤكد أنه جائع. أوبس، حسناً، هيا بنا، وقت العشاء. وسننظف غرفة الفتى القط. الفتاة لونا؟ لا أصدق، أحتاج إلى صديقي. لا بيردي، ابقى هنا وكل، سأعود سريعاً. رأيت لونا على الشاشة، إنها في الأعلى، إنها هنا. حسناً، لي، مهلاً، ما هذا؟ بعض الطعام لبيردي. بدأ جائعاً للغاية، أعطيه إياه. سأفعل ذلك، لكن علينا الاهتمام بأمر لونا. شكراً، لكن رش الطلاءِ كان سيدمر قطع الجميع الفنية. لا تريدين أن يحدث لقطع الجميع ما حدث لتمثالك. لم أصوب نحو القطع الفنية، أردت أن أغطيه بالطلاء. سأنتقم منه بطريقة أخرى، أريد أن أعرف إلى أين ذهب الآن. حتماً يريد سرقة المزيد من القطع. إذن سيذهب إلى مكان مليء بالقطع الفنية. كالمتحف، هيا بنا. أنت وأنت قوما بتلميع قطعة الفنية، وأما البقية فاخفوا جميع اللوحات في المتحف. يا لها من قطعة، يا له من إبداع، يا له من تمثال مذهل. أنا أروع فنان على الإطلاق. هل أرى ما أظن أني أراه؟ إنه تمثال ضخم لنينجا الليل. سأجعلكما تلقيان نظرة عن قرب. خاصية تخفي المركبة. إنه مذهل. لا، مريع. انزلا، لا أريدكما أن تكسرا هذه القطعة الفنية الرائعة بالخطأ، كما كسرتما تمثال فلاسي فلاش في المدرسة. إذا انكسر تمثالك عن طريق الخطأ بوما. كيف تجرؤان على خدش تمثالي الجميل؟ قما بمسحه الآن. والآن هل انتهيتم من إخفاء القطع الفنية الأخرى في المتحف؟ جيد، سأتخلص منها إلى الأبد قريبا. هذه هي خطته، سوف يخفي جميع القطع الفنية كي لا يبقى سوى تمثاله. ليس أنت دخلت. بعدما فعله لتمثالي، العبث بتمثالها الطريقة الوحيدة للانتقام منه. هلا، لم يكن أقصد أن يكسر تمثالك، كان ذلك عن طريق الخطأ. الحقوا بها يا محاربي النينجا. سرعة القط الخارقة. تخفي الزاحف الخارق. ماذا؟ لقد نسخت قواكم الآن، ولن يتمكن أحد من ردعي للسيطرة على العالم. روميو، لن تنجو بفعلتك. لقد نجوت بالفعل مع عبقريتي، لن يتمكن أحد من ردعي. إلى اللقاء أيها المقنعون. هذا ذنبي، لأنني لو لم أغضب لأنكما حصلتما على قوة الطيران لتمكننا من ردع روميو. لا بأس بوما، نحن آسفان أيضاً، بلغنا حيال استخدام قواك. والآن وبعد أن حصل روميو على جميع قوانا، علينا أن نعمل معاً كي نردعه. حسناً، أولاً سأريكما بعض الخدع. Thank you.
قواي، ولم ألحظ أن مشاركتكما بذلك ممتعة. شكرا لك لأنك ساعدتنا، هذا مذهل. وهو أكثر متعة مما تخيلت. أهرا، ها هو روميا، حان وقت البطولة. الروبوت يحرس البابين، لا يمكن لأحد الدخول. كيف سنتمكن من المرور بوجود هذا؟ سأقفز وأستدرجه للغابة، وهذا سوف يمنحكما الفرصة لتمرا. لا ضرورة، يمكن لحاسوبي أن يتحكم به. سأدخل إلى مجسات أجهزة التحكم الخاصة به. انتظري لحظة، فعلتها. راقبها. ماذا يحدث؟ لماذا يستخدم الروبوت المقر الرئيسي كطبلة كبيرة؟ أوقف هذا. لا أصدق بوما، ماذا تفعلين؟ هذه كارثة حقيقية، لنوقف. حتما هناك مشكلة بمجساته، يجب أن يكون سهلا. مهلا. ما الذي يجري هنا؟ فهمت، محاولة جيدة أيتها البومة، لكن الروبوت يطيع صانعه العبقري. عد إلى الداخل لأصلحك. هيا بسرعة، قفزة قتل خارقة. لا، لن تفعلوا. أحتاج إلى الهدوء لتشغيل مشغل الصور. رجاء إهداء، إنها مجرد أحفورة، نحن في المتحف. لا تستعملي الحاسوب، لا ينفعنا. القط محق، سنتولى أمر روميو بأنفسنا قبل فوات الأوان. تخلص الحاسوب من الروبوت، لكن ليس كما توقعت. انتظرا لتريا ما سأفعل. لكن أنا رجاء لا تقلق، هيا بنا. أتريان، الروبوت ليس هنا، حتما ما زال تحت التصليح. هذا بفضل حاسوبي. بينما أعيد شحن الروبوت، سأقوم بتشغيل مشغل الصور الخاص بالمقنعين. أخيراً وجدت زر التشغيل. حين نكون في موقعينا، سنعطي تلك الإشارة وتقومين بحركتك. ليتني أخبرتكما بالحقيقة، ما كان روميو سيتوقع هجومنا. ما زال لن يتوقع. هذا أكيد، لننفذ الحركة. حان وقت البطولة. قم بعملك أيها القطار الخارق. روميو فيل، استعدي، انطلاق. روميو، لقد تأخرت أيها الفتى القط، العالم ملكي. هنا روميو. الزاحف، كان أسهل لو ظهرتما معا. سأشرح الأمر مجددا، لقد تأخرت كثيرا. ماذا تفعلان بيديكما؟ الطيران دورني في الوقت المناسب. ها، جئنا جميعا معا، انتهت خطتك. لا، لكنني اردت اطلاق الرائحه الكريهه. اوبس. الفتى القط. لا، تحتاج إلى بعض الوقت لتشغيل آلاتك مجدداً. حين تفعل ذلك، سنعمل نحن أيضاً معاً لردعك. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مستعدان لحركتنا الجديدة؟ ها، أجل.